شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، الله قوي عزيز. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقل آمنت بما
أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان